فيزيولوجية مرض الباركنسون معقدة كثيراً، وباش نبسطوها للمشاهدين، هو مشكل في فقدان خلايا عصبية لتفرز الدوبامين. الليمون ولا الحامض ولا كما نقولوا له احنا القارص راح يحمي من امراض الحمى البارده، باسكو يعطيه هذاك لو ريشوفمون ولا تسخين ابري لابسوربسيون تاعو. تعاني الكثير من النساء من مشكلة آلام الحيض، وهذا ما قد يؤثر كثير على حياتهم اليومية خاصة خلال تلك الفترة. من بين العلاجات هي مسكنة الآلام خاصة لزانتي أفلاماتوار، لكن المرأة ما لازمش تستعمل هذه الأدوية بدون استشارة الطبيب.